استضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا يسلط الضوء على دور المرأة الإيرانية في المحطات التاريخية الهامة التي شهدها تاريخ إيران الحديث، وخصوصا خلال الانتفاضة الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي. وتشكل المرأة عنصرا أساسيا في محاولات الشعب المستمرة للتخلص من نظام الولي الفقيه. تمتاز المرأة الإيرانية عن بقية النساء حول العالم بأنها الأكثر تحملا للقمع والاضطهاد، فعندما أتى نظام الولي الفقيه حمل على عاتقه مسؤولية طمس حقوق المرأة وفتح كل القنوات أمام الأجهزة الأمنية للمضي قدما في كل ما لا ينهض بالمرأة وتحميلها ما لا طاقة لها به. هذا ما أباحه النظام تحت غطاء الشرعية. 39 عاما من الكبت، وخلال هذه العقود لطالما تصدرت المرأة مشاهد الانتفاضات وتزداد أعداد الناشطات منهن في كل يوم طلبا للمساواة وعدم التمييز. فعلى سبيل المثال، لا يتعدى دور المرأة الإيرانية في العملية السياسية سوى أن لها حقا يتيما في التصويت. طبق النظام بعد وصوله لسدة الحكم التمييز الجنسي ضد المرأة، وحل الظلام على النساء في إيران ولم يرين النور حتى اليوم. وبالرغم من أنهن يلقين تعاملا قمعيا خاصا، إلا أن مطالباتهن خلال الانتفاضات الشعبية لا تقتصر على حقوقهن فقط، إنما للصالح الإيراني العام. فبعد أن كانت المرأة الإيرانية تنتفض لوقف اضطهادها، هي اليوم تنتفض لإزاحة النظام عن بكرة أبيه. تصدرت المرأة مشهد الانتفاضة الأخيرة التي طالت أرجاء البلاد وكانت في طليعة الاحتجاجات، وإيمانا بأن النساء يمثلن قوة للتغيير المنشود، نظم مجلس المقاومة الإيرانية في باريس مؤتمرا يناقش دور المرأة في الانتفاضة الأخيرة، وناقش تاريخ المرأة في النضالات الشعبية ضد ديكتاتورية النظام. وبحضور عدد كبير من المشاركين وناشطات حقوق المرأة من حول العالم، عرض المؤتمر تجارب المرأة الإيرانية في حركة المقاومة، كما تم عرض ومناقشة ما يرتكبه النظام من انتهاكات ضد المرأة، من قمع واعتقال ومعاملة غير إنسانية. نيل الحقوق الأساسية في إيران بات مرتبطا ومرهونا بإسقاط النظام. هذا ما يؤمن به الشعب نساء ورجالا، بأنه الطريق الوحيد لنيل الحرية والمساواة والعيش الكريم. ونضال المرأة بالنسبة لحركة الاحتجاجات الواسعة يشكل حافزا وزخما قويا لاستمرار الانتفاضة.